أحيانا هذه الثورة لم تكن ثورة فقط للخروج وثورة على جرائم الإخوان التي ارتكبوها والعنف الذي ارتكبوه ضد المصريين، بل هي ثورة للحفاظ على الهوية المصرية، الهوية المصرية التي تتميز بالفن والحضارة والثقافة والإيمان بمفهوم الدولة المدنية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. الثلاثون من يونيو، ثورة مجيدة سطرت خلالها جماهير الشعب بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق. فبعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم، أنهى الشعب حكم محمد مرسي، والذي ارتكب خلاله أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر الوطن. ففي مجال السياسة الخارجية فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودول عديدة في العالم، وبات واضحاً أن علاقات مصر الخارجية تقزمت في دول بعينها تدعم حكم تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، كما رسخ حكم تنظيم الإخوان على مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض، وبرزت الأزمات الرامية إلى تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمني. جريمة أخرى في حق الشعب المصري ارتكبتها الجماعة الإرهابية، وهي الإفراج عن سجناء إرهابيين استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة متطرفة تستمد العون من قيادات الجماعة الإرهابية. أزمة أخرى تضاف إلى سلسلة الأزمات التي فشلت الجماعة الإرهابية في إيجاد حل لها، وهي تكرار أزمات البنزين والسولار، بما أثر على الحركة الحياتية للمواطن وتسبب في الانقطاع المتكرر للكهرباء. افتعلت جماعة الإخوان الإرهابية أيضاً أزمات متتالية مع القضاء، بدءاً من إقصاء النائب العام إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار مرسي، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012 وإصدار إعلان دستوري وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، مما تسبب في إثارة غضب الرأي العام، فعاد مرسي عن بعض إعلاناته وقراراته ومضى في أخرى، مما تسبب في زيادة الغضب الشعبي عليه وعلى جماعته. أما فيما يخص الاقتصاد، فتراجع معدلات النمو، زيادة الدين العام، تآكل الاحتياطي النقدي، تهاوي مؤشرات البورصة، وتراجع تصنيف مصر الائتماني، كلها مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد في حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تعرف سوى الخراب والفشل، والذي استشرى في جسد الدولة كالسرطان. الشعب المصري ملك إرادته، وبقى هو اللي بيقود حريته ومستقبله وإرادته، ومحدش هيقدر يشتغل عكس ده. إذن هي ثورة غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري المعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص.